لبست الشرابة بعد الوضوء وكمال الطهارة، ثم بعد وقت أو وقتين لبست شرابا آخر اتقاء للبرد، وأنا محدث، فهل يجوز المسح على الشراب الآخر؟ هذا يذكر أنه لبس الشراب على طهارة، وبعدما مضى وقت أو وقتان لبس عليه شرابا آخر للدفء، مزيد الدفء، وقد أحدث ليس على طهارة. والجواب لا يمسح على الشراب الثاني، لأنه لبس على طهارة. أما لو لبس على طهارة، يعني توضأ ومسح على الخف الأول ثم لبس الخف الثاني على الطهارة، جاز المسح عليه لأنه لبسه على طهارة. أما إذا كان لبسه بعدما أحدث فإن يكون لبسه على غير طهارة فلا يمسح. نعم. ثاني مرة إذا سمحت، جزاك الله خير. هذا يسأل يقول إنه لبس الخف على طهارة كاملة ومضى عليه وقتا وقتا يمسح عليه، ثم بعد ذلك لبس خفا ثاني على الخف الأول من أجل الدفء، لأجل الخف الأول ما يدفيه بسبب البرد، فلبس خفا ثاني وهو على حدث، يعني قد أحدث أنه على وضوء حين لبس الخف الثاني، فلا يجزي هذا لأنه لبس على غير طهارة. لكن لو أنه لبسه بعدما توضا ومسح على الخف الاول لبس الثاني على طهاره اجزى.